بآخر ليلة مضاها الرب يسوع المسيح مع تلاميذه، كانت ليلة صعبة، كان عارف كتير منيح قديش قدامه وقت ينزل من الناس اللي خلقهم، ولكن بنفس الوقت كانت ليلة صعبة على التلاميذ، كانوا خايفين كيف رح يتركهم، كيف رح يكون وضعهم من بعده، هني تركوا كل شيء وتبعوه وهلأ رح يتركهم. بالنسبة ليسوع صعوبة هديك الليلة ما أفقدته سلامه، كان من جوا بسلام لأنه كان عارف حاله كتير منيح وين رايح وشو اللي عم يعمله. أما بالنسبة لقلهم هن التلاميذ كانوا مضطربين، بس يسوع شعر بهذا الاضطراب وطمنهم، قال لهم سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. هيدا النوع من السلام اللي قدام أصعب الظروف، هيدا السلام عم بعطيكم إياه، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ما تخافوا. طبعا بالنسبة لقلهم هن كان بدهم يبقى معهم ما يتركهم، يا ريت تبقى معنا يا رب، لوين بدك تروح؟ تعودنا عليك، شفناك كل ما نعوز شيء نلاقيك حدنا، ما تتركنا يا رب. فهو قال لهم لا أترككم يتامى، حاسس فيهم، شاعر بكل دقيقة بكل شيء جواتهم، عم بيقول لهم لا أترككم يتامى، مش رح أترككم لوحدكم، إني آتي إليكم بعد قليل لا يراني العالم أيضا، من بعد بكرة بس يصلبوني. هو كان عارف كتير منيح، بس يصلبوني واندفن بالقبر بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. اللي مين بالتاريخ قدر يقول أنا حي فأنتم ستحيون غير المسيح؟ ولا حدا، ولا حدا. مشان هيك عندنا هيدا الضمان اللي جوا أنه نحن قلنا حياة بعد الموت. أنا بعرف شو هو الشعور لما اجي بدي سافر مثلا وابني يصير يترجاني حتى اخده معي، وانا بكون مسافر يومين وراجع، وكتير مرات بسمعه عم يترجاني بقول لي دادي بليز خليك هون ما تروح. مرة انا وعم ضب الشنطة محضر حالي لحتى سافر، رحت عم جيب غرض، رجعت لقيته نايم بقلب الشنطة، بدو ياني اخده معي، نايم بقلب الشنطة ما بده ياني روح، وأنا مسافر يومين وراجع. رب يسوع كان عم بيقول لهم أنا رايح موت، ابن الإنسان سيسلم ويجلد ويصلب ويموت، هني كانوا ما بده ياني يروح، بس قالهم لا أترككم يتامى. ترنيمي اللي جاي بتقول أمكث معي يا سيدي، أمكث معي، أرجوك يا رب خليك معي.
سيدي فامكث معي يا سيدي سيدي فالغمر قد غطى جسدي كان يسوع عم يحكي مع تلاميذه هذيك الليلة قال لهم أنه خير لكم أن أنطلق هني عم بيقولوا له خليك معنا هو قال لهم خير لكم أن أنطلق أحسن لكم إذا أنا بروح لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي وهذا هو الكلام اللي نحن اليوم عم نستفيد منه بهذا العصر مش بس التلاميذ استفادوا منه المعزي هو الروح القدس الروح اللي العالم بيسمع عنه بس ما بيعرفه بيقول عنه الإنجيل روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم الأشخاص اللي تغسلتوا بدم يسوع واللي قبلتوا خلاص وصرتوا أولاد لله وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم مستحيل الإنسان يواجه تجارب الحياة لوحده لأن تجارب الحياة صعبة أنت مين عم بيواجه تجارب الحياة معك إذا بدك الروح القدس يسكن فيك ويصير رفيقك في طريقة واحدة توب ترك الخطية اللي عم تعملها وتعا من قلبك لعند يسوع قل له اغفر لي يا رب وعلمني خليني صير واحد من أولادك تعرف شو بيعمل؟ بيقبلك يسوع إذا بتجي لعنده بتوبه بيقبلك قبل ما يطهرك يسوع من خطاياك مستحيل أنه يسكن فيك الروح القدس قبل ما يسوع يسكب دمه على الخطية اللي أنت عملتها بعرف يمكن كلام صعب طب خليني بسط لك إياها قبل ما تتوب وتعترف أنه موته على الصليب كان بسببك ولولا الصليب أنه أنت ما كنت رح تنجى بعرف أنا أنه لولا الصليب ما كنت رح أنجى وقبل ما تبت واعترفت بهذا الشيء قلت له يا رب سامحني ما كان قادر يغسلني وما كان قادر يسكن فيي هذا اللي مطلوب بدك يبقى معك بدك الروح القدس يكون رفيقك قل له يا رب غسلني وسكن فيي